ماشي قرار فردي ديال عبد اللطيف وحدي ولا ديال فاطمه زهراء منصوري ولا قرار ديال البرلمان الحزب دابا البرلمان المغربي الا صدق على قانون واش من حق اي واحد يجي ويخرق القانون تيتناقش تيدوز من لجان نفس المساله مع المجلس الوطني جبنا مقترح ناقشناه مطولا رغم كوفيد داخل المجلس الوطني خدينا القرار ديال التحالف فلذلك من المفروض اي مناضل لا مناضله باش تحترم قرارات برلمان الحزب باش نحيدوا هذه المساله من حقه داخل هيكل الحزب يناقش إذا عنده مشاكل مع شي منتخب ولا عنده مشاكل داخل البرلمان يناقش المسألة داخل الحزب وديك الساعات القيادة في إطار اجتماع الأغلبية تترفع المشاكل اللي تتحلو داخل اجتماع الأغلبية حزب في فرض علينا أول حاجة هو الانضباط عيب وعار كل مناضلات والمناضلين ما تنعطيهمش فرصة باش يناقشوا تيناقشوا مطولا هانتوما شفتوا اليوم خلينا الباب مفتوح كانوا والقاعة مفتوحة واللي بغي دقيقة القاعة طلبت دقيقة وحنا عطينا جوج دقائق وناقشوا ولكن فاش تندوزوا التصويت تيولي مفروض على الجميع شكرا مرة أخرى من بدينا هنا نشكركم على المواكبة ديالكم تاع السياسة بطريقة عامة وديال أعمال حزب الأصالة والمعاصرة وإن شاء الله غيكونوا فرص أخرين باش نلتقوا.